المشاهد يلي كنا عم نشوفها هي من افتتاح صار امبارح بستيشن بيروت لألبيدو كرييتيف بلاتفورم. اهلا وسهلا فيك غادة واكد، رئيسة جمعية بي اي بي. اهلا وسهلا فيك غادة. المشاهد يلي كنا عم نشوفها هي من معرض ما بيشبه غيره، فسري لنا اكثر عن هالمعرض. هو المعرض لانه بس مبني على شوي نيو تكنولوجيز، يعني عازمين ارتيست و سنتر من فرنسا بيعنا بس بالديجيتال ارت، وثاني بارت من المعرض هو ريزلت لوركشوب انعمل بلبنان مع تو ارتست جايين من برلين. لكن هو معرض مقسم لقسمين. لقسمين صح. اوكي، هو منه اول مره عم بيصير البيدو كرييتيف بلاتفورم، منه اول مره. لونشت كانت بال 2014 واستضفتونا هون كمان، انا احكي عنه للمعرض هلا. بس هالمره بس شو يعني كله ديجيتال رح يكون؟ شو رح نشوف يعني؟ شو يعني ديجيتال ارت قصدك؟ هي الفكره انه بالفن هلا الواحد في يعمل اللي بده اياه بالميديوم اللي بده اياه، انه هذا ما بقى فيه، وبعدين كل شيء مسموح. ايه ما بقى في شيء كمان بين ميديوم والثاني، ما في فرق بقى، انه ما بقى في فرونتير، ما بقى في حدود. اوكي. انه ما بقى بتقولي بس مثلا ساوند او فيديوز، او في الانسان بس تروحي على معرض فن ولا الفنان بس يفكر بيقدر يستعمل كل هالماتيريال. بس تحكي عن ديجيتال ارت، في اكثر قصص بتستعمليها من البروجرامينج، من النيو ابلكيشنز، في ارتست بيشتغلوا على ابلكيشنز بس تكنولوجي، اي كله بيزد على النيو تكنولوجيز. فنحن قررنا انه نستضيف كل هذا المعرض يكون بيزد على هيك، لانه البيدو كرييتيف بلاتفورم الكونسبت تبعيتها هي بيزد على انه انكلوزيف لكل العالم، هي مفتوحه لمين ما كان. وبدنا انه الناس تقدر تنتبه انه مع هلا النيو تكنولوجيز ضروري الواحد يكون في فرق اكيد بين حدا عنده اكسبيرينس ولا معرفه بتكنولوجي، بس في كمان انسان بالسيل تبعيته بس يقدر يعمل موفي ولا يعمل فوتوغرافي ولا يعمل كثير ابلكيشن. هلا العالم العاده بتستعملها وبتعمل ايه الفكره، كل واحد يعني بيقدر يكون عم بيطور بمبادره فرديه. طيب هلا بس انا بدي اعلق على العادي، نحن بنعتبر انه الفنان كمان عادي، يعني انه هي الشغل على القصه، انه البيدو كرييتيف بلاتفورم مبنيه على قصه شو يعني عادي وشو يعني لا، شو يعني بدي انا اكون احسن ولا اقل. هو شغل وشغل الفرق ملهي. اوكي، اللي عم نشوفه هلا شو؟ هيدا شغل ارتست اسمها كريستين فابستر، يلي من ضمن لوكوب، يلي بروجرام لوكوب، يلي هي بتشتغل على الساوند ايمرسيف ساوند. بدك نسمع شوي تنزل على شو عم نحكي؟ يلا بنسمع. Cette technique de localisation était uniquement utilisée pour les bruitages. Moi, ce que j'avais décidé, c'était d'utiliser cette partie-là, mais pour faire de la musique. J'ai fait au fur et à mesure des installations de plus en plus complexes pour arriver à développer un projet aujourd'hui comme un petit room. J'avais décidé d'orienter en fait l'expérience sur un seul usager. Par contre, l'idée, c'était de créer un environnement qui agisse sur la personne de manière très forte. لا، اللي بيجوا على المعرض مجبورين يحطوا الاوكيوليس ليقدروا يقشعوا مجبورين يحطوا هذا اللي عم نشوفه، نعطيهم الاوكيوليس اللي بحطوه على راسهم، بحطوا كمان الهاتفونز ليقدروا يفوتوا بقلب السبيس اللي هي خلقته لحتى يسمعوا الصوت مثل ما هي عملته. سبيس يعني عن جد بنصير بعالم غير. بعالم غير، اكزاكتلي. اوكي، شو بنشوف اذا حطينا على عيوننا؟ رح تسمعوا اكثر، ورح تخلق لكم صوت وانفايرمنت، لانه نعتبر الناس يلي بس تكوني بمحل انت مش بس نظرك اللي عم بيقشع، يعني في السمع، في التاتشينج، انه كل الاحاسيس تبع الانسان، حواس. فهيدا هذا الشيء بتسمح لك انه تفوتي بغير عالم يعني. طب قد ايه في فنون بالتكنولوجيا؟ قد ايه التكنولوجيا؟ ونحن هيك شوي عنا براسنا شوي انه التكنولوجيا عم تمحي الفنون. لا، هي نحن بنعتبر انه التكنولوجيا، انه الفنان في ياخذ اللي بده اياه، في يروح يستعمل ورقه شجر، وفي ياخذ ابلكيشن، في يستعمل تكنولوجي.
الألبيدو مبني على أنه نحط مع بعض ناس جايين من عالم مختلف، نحط ساينتست مع حدا مثلا جرافيك ديزاينر وبيشتغل سوا. في لبنانيه ما هيك؟ هيدا اللي عم بتشوفوه هي ريزلت لوركشوب انعمل during one week مع two artists المان. اجوا عملوا workshop اسمه creative physics مع device اسمه انه ميكرو بروسيسور، هو اسمه اردوينو. اللي اردوينو بيزكس يلي استعملوه هلا لانه كان معمول لناس ما عندها سكيلز، يعني مش انه ناس بتعرف تعمل بروجرامينج. نعم، ناس عادي. ناس عادي اكزاكتلي. هدول المشاهد بلبنان. نعم، هول رنا حداد، رنا بعده مسعد وعاد حداد. لا فهمتوا، لخبطت بالاسم بالمره. هذا الشيء اللي عملوه، فهي كرييتيف فيزكس انك فيك تخلقي فيزكس اوبجكت شو اللي بدك اياه، ترجعي تعملي له بروجرامينج ليصير يعمل اللي بدك اياه. يعني مثلا فيك تقولي انه بدي اطلع هي الورقه بالفضاء على دقيقه وترجع تنزل على الطاوله، كل دقيقه بدها تعمل هذا الشيء. هذا سحر. هذا كيف هذا بروجرامينج؟ هذا بروجرامينج. اوكي، كيف يعني؟ فهلا اللي عملوه، هلا اللي عم تشوفوه انتم هيدا الميرور اللي استعملوه على كيف عم يبرم وقد ايه اللابس اللي عم ياخده، انه بيبرم مره 360 ومره بيكون فيكس. وهن البروجكت تبعيته الانترستنج، يعني عم برجع على قصه الارت، هن كانوا انه بدهم يعملوا هايلايت للسيتي، فالفكره كانت انه بياخذ مرايه وانعكاس الضوء. فراحوا حطوا هذا الاوبجكت باماكن، باحياء على سطح، وصارت عم تبرم للضوي على البنايه ولا على المدينه. في لبنانيه عم بيكون بالبروجكت، هو بهايلايت للسيتي. البيدو كرياتيف بلاتفورم بيزد على اسيت انه نشتغل مع اللبنانيه. مع اللبنانيه، مش مش للبناني، مع اللبنانيه. فالوركشوب كان اللي اشتركوا كلهم لبنانيه، هو مفتوح لكل العالم يعني الموجود. هلا مستمر المعرض للاربع شهور. اوكي، امبارح افتتحتوه بالستيشن بيروت لكل اللي حابين يروحوا، والدخول مجاني. هيك لانه انتم حابين يوصل لكل العالم. بس نحن عندنا شغله كثير مهمه لنا، انه هو الانفتاح للبنانيه، بس منفتح اهم شيء البيدو للي عندهم احتياجات خاصه. يعني اول اديشن عرضنا فوتوغرافر اعمى، وما عرضناه لانه نقول يا حرام اعمى او يا برافو اعمى وبيعرف يصور، لا ابدا. الفكره انه فينا نعمل، انه فينا شو ما كانت وضعنا عاديه. نحن عاديين، في ناس عندها ما بعرف احتياجات خاصه وقادره تعمل مثلنا، فيها تعمل هيدا الشيء. بتاني انترفيو رح نحكي شو يعني مصور واعمى، كيف شو كانت الصور. بتاني انترفيو ما كان في وقت. غادة واكد رئيسة جمعية بي اي بي، اهلا وسهلا فيك مرة جديدة وموفقين بالمعرض. ميرسي. نحن معك بنكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم، الختام مثل العادة بيكون مع تقريرنا الرياضي. بكره حلقة جديدة، انتورونا. باي باي. أصل نشأة الكاراتيه في اليابان على جزيرة أوكيانيا، وسبب موقع الجغرافي الممتاز حيث قرب من الصين أدى إلى تفاعل تجارة ناجحة مع جيران الصينيين، مما جعل بعضا من ثقافة الجزيرة متأثر قليلا بالثقافة الصينية وفنون القتالية، حيث كان الأوكيانيون يسافرون إلى الصين لتعلم فنون القتال وبالذات الوشو، حيث طوروا الكاراتيه من فنون القتالية المحلية وبعض من الفنون القتالية الصينية وهي الوشو بالتحديد. أوكيناوا كانت محكومة في تلك الفترة بنظام إقطاعي، حيث كانت الحروب الأهلية كثيرة في اليابان، وعندما أرادت اليابان التوحد في فترة ميجي وأسقاط الحكم الإقطاعي في جميع اليابان، هناك بعض المناطق فيها كانت لابد وأن توحد بالقوة، ومن هذه المناطق إرخبيل ريوكو يلي بيوجد في ولاية أوكيناوا يلي ظهر فيها فن الكاراتيه، فقد هجمتها قوات هائلة من الساموراي عام 1600 وأسقطت النظام الإقطاعي الحاكم للإرخبيل، وعن ذلك اضطرت قوات الساموراي عملية حظر السلاح على ساكني الجزيرة خوفا من الثورات ضدهم، فأراد الأوكيانيون أن يستعملوا أعضاء جسدهم كأسلحة للدفاع عن النفس على جزيرة أوكيناوا. وبعد ذلك وحدتها الحكومة اليابانية في فترة حكم الأمبراطور ميجي عام 1879 ميلادية، وبعد ما أرجع إرخبيل ريوكو وجزيرة أوكيناوا إلى الحكم الياباني، أراد فوناكاشي ومجموعة من خبراء فنون القتال اليابانية في طوكيو أن يجعلوا الكاراتيه فن قتالي عسكري ياباني مؤكد من جمعية اليابان لفنون القتال، وبعد ذلك أسس الخبراء اليابانيون للكاراتيه وفوناكشي جيشين بجمعية اليابان للكاراتيه، ومن هذا المنطلق أشاعوا اليابانيون الكاراتيه في جميع اليابان على الجزر الرئيسية والعالم الخارجي.
ومدارس وأساليب الكاراتيه هي على الشكل التالي: الكيوكوشن، ويعد أكثر أساليب الكاراتيه شيوعا في العالم، وأسسه المعلم فوناكشي جيشين. جوجوريو يتميز بأنه أسلوب عنيف نوعا ما، ويمتاز بلوي مفاصل الجسم، وأسسه جوشين مياغا. ودوريو أسلوب شهير في اليابان، يمتاز بأنه انحدر من الفن الياباني الآخر الجوجيوستو. طوروا كينوا ماينوني. الجاكويدو أحد أساليب الكاراتيه، يتميز بأنه تركيب من جودو كيوكوشين والبوكسينج، وأسس المعلم دهنوا. كلمة كاراتيه كلمة يابانية تتكون من مقطعين: كارا بمعنى فارغ، وتي بمعنى اليد أو القبضة، بذلك تصبح اليد الخالية. وسبب التسمية هو عندما منعت قوات الساموراي سكان جزيرة أوكيناوا من امتلاك الأسلحة، وبذلك أدى إلى استعمال أهل الجزيرة أعضاء أجسام كأطراف الأصابع وقبضة اليد والركلات مع بعض أدوات الزراعة كأسلحة للدفاع. يتألف زي لعب الكاراتيه من جاكيت أبيض مع بنطال أبيض على ألا يتوسط البنطال بين الركبة والكعب، وأن يتوسط الكم اليد بين المرفق والرسغ والجاكيت، ويكون بين نصف الفخذ والركبة، ويوجد في أحزمة متعددة وملونة بحسب مستوى المتدرب، وتختلف عدد الأحزمة من دولة إلى أخرى. وهذا الزي هو في الأساس من رياضة الجودو، واللون الأبيض للزي يعبر عن النوايا النقية، ويرفض الأفكار الشريرة المرهبة. يختلف ترتيب الأحزمة من مدرسة إلى أخرى أو من بلد إلى آخر، ويربط جاكيت الكاراتيه بحزام، ويكون هذا الحزام من ألوان مختلفة للدلالة على مستوى المهارة القتالية التي وصل إليها مرتدي الحزام، والتي تتراوح بين المستوى المبتدئ كيو والمستوى المتقدم دان. وأما الأساليب المختلفة فهي تعود على قدرة تحمله. هم خمس مدارس مشهورة للكاراتيه: أشوتوكان، المجموعة الأساسية لوجود تعلمهم أولا: 1 هيان شودان، 2 هيان نيدان، 3 هيان ساندان، 4 هيان يوندان، و 5 هيان جودان، وباقي الكتات كما يلي: بيساي داي، بيساي شو، جي اون، جي ان، جي تي، كينكو داي، كينكو شو، كوجو شيو شو، كوجو شيو داي، تيكي شودان، تيكي نيدان، و تيكي ساندان، ماكيو سوكشن، هيجسو، وينكان، نيجيو، أنسو، جينكاكو، شينتيه، و ام بي. ويحصل المتدرب على المراتب بعد اجتيازه للامتحانات المخصصة على الشكل التالي: مبتدئ حزام أبيض، حزامين حزام أصفر، حزام برتقالي حزامين، حزام أخضر، حزام أزرق، حزام بني، وحزام أول اسم أسود الدرجة الأولى، حزام أسود درجة الثانية، درجة الثالثة، درجة الرابعة، الدرجة الخامسة للدرجة العاشرة. ويندر عدد الذين يحملون أحزمة سوداء متقدمة، لأن عدد المتدربين يقل عنهم ويصيرون إلى درجات الأحزمة المتقدمة، وذلك لظروف العمر أو الصحة أو عوامل أخرى. وفي حالة وصول أحد المتدربين إلى الحزام الأسود من الدرجة السادسة دان 6، له الخيار في ارتداء حزام أحمر وأبيض أثناء التمارين للدلالة على أنه وصل إلى مرحلة متقدمة في التدريب.